أصل الثالث معرفة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. انهكتو أصلا أمنا إن طنينت بنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هو محمد بن عبد الله. إيشي أي محمد أناكي عبد الله. ابن عبد المطلب. أناكي عبد المطلب. ابن هاشم. أناكي هاشم. وهاشم من قريش. إبن هاشم دينها بانس قريش. وقريش من العرب. إبن قريش دينها عرب. والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم. عليهم السلام. إبن عرب إن سليني دينها بانووس إسماعيل أناكي إبراهيم عليهم السلام. نعم. له من العمر 63 سنة. إبن كباري كريهلان سياس سين الله سبحانه وتعالى بعمولن كانوا من تكتو تهون. 40 قبل النبوة. كباتن تهون هو لا بسنه نبي. و23 نبيا ورسول. إبن كمان تكتو تهون نبي إبن سين رسول إنسيا. هو نبي ورسول. إنسيا نبي سهينجا دمك كان رسول ديساب. إلى ماذا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم؟ نؤنن بقتوغنتو با رسول صلى الله عليه وسلم. يعني بعث للناس ماذا يقول للناس؟ بيات بيراسيا بمانوس يا اونين هي بامونسي مانوس. ماذا يعلم الناس؟ اونين مان هندو نيا بمانوس يا. يدعو الناس الى توحيد الله. الرسول صلى الله عليه وسلم انا وقت وقسيا با كاتونغاليسين الله سبحانه وتعالى. وينذر ويحذر الناس من الشرك. بغوس لونتا بيلا يونيا توادلن يا ورنينغ اي مان تاو شرك لونتا بيان. الى من بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هربك إن بيارا إن رسول صلى الله عليه وسلم بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجن والإنس بيارا إن رسول صلى الله عليه وسلم بمن الجن إبن سين بمانوسيا فلا يستطيع أحد أن يتخلف عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن كل من سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل في دينه نكت لونتا ويرون لونتا من مقهوة دينها ها آغم سين رسول صلى الله عليه وسلم سويرة سمود كتانية سمود سبالهم سين أغمى سين رسول صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى يجب عليهم أن يدخلوا في دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن مغا يهود إبن سين مغا بشيء إني واجب دخل إلى سوي سين سمود بأغمى سين رسول صلى الله عليه وسلم لأن هذا الذي أمر به موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام بسبب أن أمي يتين دياءك سين موسى عليه السلام إبن سين إيسى نعم الله سبحانه وتعالى أكمل هذا الدين هذا الدين كمل لا يستطيع أحد أن يبتدع في دين النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إن الله سبحانه وتعالى إن أغم إني جوكو بنيانا أن كان سدي من جري همين بدعة أتوهين باقو إني سيوسيونا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ كل ما أمر الله سبحانه وتعالى بتبليغه والله أعلم بس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كبارتونيانا إن كتان أونو أونونا أمو إن دعا كان كان سن الله سبحانه وتعالى نعم والنبي صلى الله عليه وسلم بشر يلحق ما يلحق بشر فمات النبي صلى الله عليه وسلم في ودفن بالمدينة إن رسول صلى الله عليه وسلم تأو أي بمعنى دمتم دخانيا إن أون أوننا أمو إن دمتم هم مانوسيا بيانا سين كوافات ما مكوافات إن رسول صلى الله عليه وسلم كياكو بلسيا ها مدينة ولد بمكة ثم هاجر المدينة تيك أناك سيها مكة فغوسيتو نجهجرا سيا هرب مدينة نعم لابد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم للابتداع والله أعلم. سبيرة تود كده يومهد فالله برسول صلى الله عليه وسلم دي كده يومه هنا أمو إن هنا بعجو هأغمان يعتو مجهنا بدأ. نعم.